لا تبدو نسبة العاطلين عن العمل مفاجئة في بلد يعد من أفقر البلدان في المنطقة ويواجه أزمات وحروب دائمة، حيث أشار 33% فقط من المشاركين أنهم يعملون، بينما 67% عاطلون عن العمل. يبدو كذلك أن فرص العمل منخفضة بحسب رأي 44% من المشاركين في الاستبيان، حيث يعتقد 19% منهم أنه ليس لديهم فرص عمل أصلاً، وهؤلاء هم الأكثر تشاؤماً بين المشاركين. كما لا يبدو مفاجئاً أيضاً أن فرص العمل لا تأتي مبكرة، فالأصغر سناً ممن دون 20 سنة هم الأكثر بطالة بنسبة 85% بالمقارنة مع أولئك الذين تفوق أعمارهم 35 سنة بنسبة 50%، كما أن نسبة العاملين من الرجال 35% أكثر قليلاً من النساء بنسبة 28%. العمل الحر والقطاع الخاص هما الأكثر تفضيلاً للعمل بنسبة 29% و28% على التوالي، بينما اختار 3% فقط من المشاركين خيار الجيش أو الشرطة، وقال 19% إنهم لا يفرقون بين أي من القطاعات. والأصغر سناً ممن هم دون 20 سنة هم الأكثر ميلاً لخيار العمل الحر بنسبة 34%. أما الذين تتراوح أعمارهم من 25 إلى 29 سنة فهم الأكثر تفضيلاً للعمل في القطاع الخاص بنسبة 31%. للواسطة دور في التوظيف سلباً أو إيجاباً، فقد أكد 32% من المشاركين أن الواسطة كانت سبباً في فقدانهم وظيفة يستحقونها، وهذا التأثير كان سلباً بشكل أكبر لدى الشباب من ذوي الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة بنسبة 41%، كما أنه على الرجال بنسبة 33% أكثر من النساء بنسبة 25%. كما أن مخرجات التعليم لا تناسب سوق العمل بحسب تأييد 70% من المشاركين، وأن الإزدواج الوظيفي أيضاً سبب مهم من أسباب البطالة بحسب 89% من المشاركين. وكذلك الحصول على شهادة جامعية يمنح المزيد من الفرص الوظيفية، حيث وافق 73% من المشاركين على ذلك. كما رفض 11% فقط من المشاركين فرضية أن البطالة تدفع بالشباب إلى الانضمام إلى الجماعات المتطرفة والإرهابية، حيث كانت النسب متقاربة من جميع النسب العمرية، والنساء أكثر ميلاً لرفض هذه النظرية بنسبة 18% من الرجال بنسبة 11%، كما أن المشاركين من الجنوب أكثر ميلاً للرفض بنسبة 19% من المشاركين من الشمال بنسبة 11%. المفاجئ في الاستجابة حول الفرضيات المطروحة جاءت من حوالي ربع المشاركين في الاستبيان بنسبة 28% الذين رفضوا اعتبار الإجراءات الحكومية غير جادة في الحد من البطالة. شارك في الاستبيان 610 مشارك بشكل عشوائي من متابعي ساحة شباب اليمن، معظمهم من الرجال بنسبة 83%، وأكثر من نصفهم من صنعاء بنسبة 54%، ثم عدن بنسبة 11%، ثم تعز بنسبة 8%، والبقية من محافظات أخرى. كما أن الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة كانت بنسبة 31% من إجمالي المشاركين في الاستبيان.